بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. عجيبة وعظيمة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء. عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين. من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك، لأنك وحدك قدوس، لأن جميع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك، لأن أحكامك قد أظهرت. معاكم سرية. أنا شفت المسيح كتير، والنهاردة جزء 38 جزء مهم جدا، هنكمل فيه الجزء الثالث من الثالوث النجس النبي الكذاب، وهنتكلم عن امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها وعلى رأسها إكليل من 12 كوكب، رؤيا 12. إحنا عندنا مجيئين ناخد بالنا، ولكل مجيء ليه أحداث وزمن لتحقيق. المجيء الأول ليسوع المسيح كان لفداء البشرية. المجيء الأول كان ليه أحداث بدأت بالميلاد والمعمودية والخدمة والصليب والقيامة والصعود وحلول الروح القدس، وكان الزمن الأساسي للفداء 33 سنة وثلث، ده كان عمر المسيح على الأرض. وبدأت بعدها عروس المسيح الكنيسة في البشارة بالإنجيل وإعلان الفداء لكل البشرية. المسيح راجع تاني، والمجيء التاني ليسوع المسيح كديان عادل في آخر الأيام، وبرضه هيكون فيه أحداث لكمال شر العالم وليه زمن، زي تغيير القوة في العالم وحول الشرق الأوسط، قوة ملك الشمال ملك روسيا وجوج وماجوج وحلفائه، قوة ملك الغرب ضد المسيح في أوروبا وحلفائه، قوة ملك الجنوب ملك مصر وحلفائها، قوة ملك الشرق ملك أشور وحلفائه. وهتظهر امرأتين، بابل الشريرة واتكلمها عنها في الجزء السابق، وفي المرأة المتسربلة بالشمس وهنتكلم عنها النهاردة. اتكلمنا عن التنين وكان خارج من هاوية، ولما حاول يتسلط على السماء طرح إلى الأرض. اتكلمنا المرة اللي فاتت كمان وقلنا التنين أعطى قوته وسلطانه للوحش الأول وبيتجسد فيه. الوحش الأول ده ضد المسيح، وحش طالع من البحر ليه 7 رؤوس و10 قرون. ولخصنا أو هنلخص دلوقتي، ضد المسيح هو إنسان يتجسد فيه الشيطان بشكل مباشر في الأيام الأخيرة، ويصمم الشيطان ضد المسيح مذبوح لأنه بيقلد ويسرق أي حاجة ليها علاقة بالمسيح وينسبها لنفسه، والشيطان سيعطيه قوته وإمكانياته وخبسته. هيقود 7 ملوك أو رؤساء دول و10 جيوش قوية وضخمة في أوروبا. عايز يتوج نفسه ملك بأي وضع ويسرق مكان ملك الملوك ورب الأرباب يسوع المسيح. الناس هيمشوا وراه وهيعتبروه إله ويتبعوه ويسجدوا ليه، وهيعمل ليه دين، وأن لا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا من له السمة أو اسم الوحش أو عدد اسمه. ولما نحسب عدد اسم الوحش الإنسان ضد المسيح بالجيوماتيرا ويحسب باليونانية، هنلاقي إن عدد اسم الوحش 666. هو إنسان متجسد فيه التنين، هو بطل عالمي أعطي إكليل كأنه صانع سلام عالمي، لابس قناع المسيح عالميا كأنه المسيح المنتظر، ولكنه مزيف في المنظر، لابس ثوب التقوى والسلام لكنه مليان خباثة ونجاسة، وهيغلب العالم، سينخدع فيه العالم ويتبعه، وهيحقق انتصارات كتير ونجاح كبير. واتكلمنا الجزء السابق عن التنين وعن ضد المسيح، لكن النهاردة هنكمل الثالوث النجس الثالث فيهم هو النبي الكذاب. ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض، وكان له قرنين شبه خروف، وكان يتكلم كتنين، في رؤية 13. الوحش التاني يعني من نفس الفصيلة، يعني إنسان متوحش، هو قائد ديني وليه دور سياسي قيادي في دولة إسرائيل، وهيظهر تدريجيا ويزداد شهرة شوية شوية. سيطلع من الأرض
أي هيتولد في دولة إسرائيل، وكان له قرنين شبه خروف. الوحش مش خروف، لكن القرنين بس هم اللي شبه قرون الخروف. والقرون إشارة للقوة العسكرية المسلحة القادرة على قهر ونطح الآخرين. النبي الكذاب ليه قرنين، يعني مملكتين من اليهود. ممكن تكون مملكة يهوذا الجانبية وعاصمتها أورشليم، ومملكة إسرائيل الشمالية وعاصمتها السامرة. وحاليا عارفين إن اليهود بيرجعوا من جميع الأسباط وبيعملوا دولة واحدة، والنبي الكذاب ممكن يبقى نبي وحاكم في نفس الوقت. وكان يتكلم كتنين، أسلوبه الطبيعي كتنين في الكلام والخطابة والوعظ والتأثير على العالم كله. هيقلد أسلوب المسيح تماما في الوعظ والتعليم، لكنه يعلم تعليم أرضي. ليه؟ لأنه خارج من الأرض، مش تعليم سماوي زي يسوع المسيح إلهنا العظيم. النبي الكذاب هيعمل بكل سلطان الوحش الأول أمامه، ويجعل الأرض والساكنين فيها يسجدون للوحش الأول الذي شفي جرحه المميت. رؤيا 13. الفعل يعمل، أي يعمل عملا حرفيا ملموس ومحسوس، وذكر 9 مرات في هذا الإصحاح. ودي القدرة على التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة ومحسوسة. الوحش الأول هيحارب ويدير العالم، لكن الوحش الثاني هيحقق نتائج ملموسة ومحسوسة، عنده القدرة الشيطانية على الإنجاز. وهيعمل بكل سلطان الوحش الأول أمامه، وخاضع ليه ومراقب منه. ويجعل الأرض والساكنين فيها يسجدون للوحش الأول الذي شفي جرح المميت. هيروج لعبادة الوحش الأول في العالم، وهيسجدوا سجود عبادة للذي شفي جرح المميت. دليل على أن الجرح كان في دولة ضد المسيح في شعبه أو جيشه، مش أحد الرؤوس اللي معاه. النبي الكذاب هيصنع آيات عظيمة، أي معجزات تدل على أمر معين، وهينزل نار من السماء زي إيليا النبي. لكن السماء هنا هي سماء الهوى أو سماء الطيور، وليس السماء مسكن الله العظيم القدوس، وهيستعمل القوة الشيطانية. في سفر دانيال، ويفعل الملك كإرادته ويرتفع ويتعظم على كل إله، ويتكلم بأمور عجيبة على إله الآلهة، وينجح إلى إتمام الغضب لأن المقضية به يجرى. هنا في سفر دانيال النبي عن النبي الكذاب، هو ملك متعاون جدا مع ضد المسيح، ويعمل كل حاجة تفرح ويرتفع ويتعظم على إله السماء. يتكلم بأمور جميلة، يعني يتكلم حلو بطريقة معسولة حتى ينسي الناس ربنا ومعرفة ربنا. وطريقته عجيبة وحلوة، فيها خباسة على الله، وهينجح في طرقه حتى إتمام الغضب، وهو غضب الله على الشعب اللي هينسى ربنا الحقيقي. وبيكمل ولا يبالي بآلهة أبائه. النبي الكذاب لا يبالي بآلهة أبائه لأنه يتعظم على الكل. ولا آلهة أبائه، آلهة هنا في صيغة الجمع، ومن العبري هو يهوى بالجمع، يعني الثالوث القدوس. إله أبائه لأن النبي الكذاب يهودي، لا يبالي بيهوى إله أبائه. لا يبالي يعني لا يهتم، لا يدرك، لا يميز، مش عايز يفهم، لا يعير له اهتمام نهائي أو عامل نسي ولا وجود لكلمة يهوى في حياته مع إنه يهودي. ولا بشهوة النساء، في العبري ولا بمشتهى النساء، ده الأصح، لأن كانت العبرانيات تشتهي أن يأتي من نسلها المسيا مشتهى الأمم. فهو لا يهتم بالمسيا مشتهى النساء اللي هو يهوى إله أبائه، لأنه متعظم جدا وشايف نفسه أعظم من أي آلهة. بيتقال عنه كمان ويكرم إله الحصون في مكانه، وإلها لم تعرفه أبائه، يكرمه بالذهب والفضة وبالحجارة الكريمة والنفائس. النبي الكذاب هيساعد ضد المسيح أنه يجلس في الهيكل نفسه ويعلن نفسه كإله، لأن النبي الكذاب شايف ضد المسيح أنه إله الحصون، يعني إله الحماية، شايف أنه قوته وحصنه وحمايته وهيكرمه، يعني هيتقله بالذهب ليمجده، ومش هيبخل عليه بأي حاجة، ويعمل كل جهد ليه في أنه يفرحه ويشبع رغباته ومشتهياته
وانتفاخ ذاته وكل ما يسعده نفسيا، ويحط نفسه تحت أمر ضد المسيح بكل إمكانياته المادية وخبسته الشيطانية. هنقول إيه تاني عنه؟ ويظن إنه يغير الأوقات والسنة. وهناخد إحنا بعض المعاني من الآرامية، يعني هو يتمنى ويهتم ويخطط إنه يبدل الأوقات المتفق عليها والقوانين، يعني يخطط إنه يبدل مواعيد الأعياد والطقوس الدينية والشرائع والقوانين والوصايا السماوية. وما بالكو كمان لما يقول إن الطقوس ملهاش لازمة والكهنوت ملوش لازمة والكنيسة كمان بالمرة إيه لازمتها. هي دي طريقة النبي الكذاب في إهلاك اليهود، وروح الشيطان دايما هي دي طريقته لإهلاك الشعوب. النبي الكذاب وضد المسيح هيشنوا حرب حقيقية ضد رب الأرباب وملك الملوك يسوع المسيح، ويفعل في الحصون الحصينة بإله غريب من يعرفه يزيده مجدا ويسلطهم على كثيرين ويقسم الأرض أجرا في دانيال 11. يعبث النبي الكذاب بالأقداس بالهيكل والمدينة المقدسة مع الإله الغريب اللي هو ضد المسيح. من يعرفه بالعبري يعني اللي يتعرف عليه ويتحقق منه ويعترف بضد المسيح ويقول إن هو المسيا، يا فرحته، هيزيد ويعطي ضد المسيح لهذا الشخص مجد وكرامة في المملكة والأكثر وجزء من أرض أورشليم كثمن لهذا الاعتراف، ويقسم الأرض أجرة. الأرض هي أرض أورشليم المحرم تقسيمها لغير اليهود أو يبيعها بتمن، لكن هم هيفرطوا في الأرض اللي مفيش أي واحد يهودي مهما كان شرير يجرؤ على بيع أو تقسيم الأرض. واللي هيحزن قلب ربنا قوي هو تقسيم أرض أورشليم للغريب، وهيزلوا اليهودي المسيحيين في أورشليم، فربنا مش هيسكت لهم، هيحاكمهم الله في وادي يهوشافات. وفي يوئيل 3: أجمعوا كل الأمم وأنزلهم إلى وادي يهوشافات وأحاكمهم هناك على شعبي وميراثي إسرائيل الذين بددوهم بين الأمم وقسموا أرضي. وفي يوئيل 3 برضو: أسرعوا وهلموا يا جميع الأمم من كل ناحية واجتمعوا إلى هناك، أنزل يا رب أبطالك، تنهض وتصعد الأمم إلى وادي يهوشافات لأني هناك أجلس لأحاكم جميع الأمم من كل ناحية. المشكلة أن أرض أورشليم ربنا بيقول عليها هنا أرضي، يعني أرض الله نفسه، وهم تطاولوا عليها وعلى ميراثه، وميراثه هو إسرائيل. يبقى التحدي في وجه ربنا على طول. فيتقوى ملك الجنوب ومن رؤسائه من يقوى عليه ويتسلط تسلط عظيم تسلطه. ففي وقت النهاية يعني في آخر الأيام يحاربه ملك الجنوب فيثور عليه ملك الشمال بمركبات وبفرسان وبسفن كثيرة ويدخل. ملك الجنوب هو ملك مصر، هينقل مصر من الفقر للغنى ومن الضعف للقوة. ولما يلاقي ضد المسيح والنبي الكذاب كآلهة وبيقسموا الأرض هيروح يحاربهم ليطردهم، فيغضب ملك الشمال ملك روسيا عليه ويأتي ليحارب ملك مصر، فهيثور ملك الشمال كالعاصفة الرعدية يدوس ويرعب ويكتسح، هيجي بمركبات جوية وفرسان وجيوش برية وسفن حربية، يجرف ويتدفق بجيوشه بجيوش عظيمة وهيستولى كمان على غنى مصر، وهيغرق في أرض إسرائيل في وادي يهوشافات في معركة هرمجدون. وهيهرب اليهود لبرية في شرق وجنوب الأردن هربا من الاضطهادات والحروب والخراب وغضب ربنا. اليهود اللي هيهربوا دول هم دول اللي احنا بنسميهم، لان اللي هيهربوا دول هم اللي هيكون اليهود المسيحيين، وهم دول اللي بنسميهم المرأة المتسربلة بالشمس، يعني هم اللي بينضموا للكنيسة ومتسربلة بالشمس يعني لبس المسيح. في سنوات جبروت الوحش وتعظم شروره هيحارب القديسين وهيغلبهم، وهيكون زمن اضطهادات صعبة جدا ويبلى قديسي العلي ويستهلكهم ويسلم القديسين ليد النبي الكذاب لمدة 3 سنين ونص. وهيفرض النبي الكذاب على العالم كله عبادة ووضع سمة ضد المسيح أو اسمه أو عدد اسمه على كل العالم، ومحدش هيقدر يبيع أو يشتري من غير هذه السمة، ومن يرفض سيتألمه
أو تسفك دماهم وتمتلي الأرض من دماهم. وشافهم القديس يوحنا في السماء، ورأيت عروشا فجلسوا عليها وأعطوا حكما، ورأيت نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله، والذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته ولم يقبلوا السماء على جبههم وعلى أيديهم، فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة. ومن القديسين دول هيكون كتير منهم يهود من دولة إسرائيل، لأن العالم كله هيمر بضيقة عظيمة وبصفة خاصة اليهود. ليه؟ لأن الأحداث هتكون في أورشليم وتسمى ضيقة يعقوب، وده في أرمية 30، لأن يعقوب هو اللي غير ربنا اسمه من يعقوب لإسرائيل، وأولاده الاثنى عشر هم الإسرائيليون أو اليهود المشتتين في العالم كله، وبدأوا يرجعوا أورشليم من سنة 1948، لأن ربنا بيجمعهم ويرجعهم جميعا. وفي ميخا 3:12، ويصعد الرب أمامهم في وقت الضيقة العظيمة. التلت من اليهود هيؤمنوا بالمسيح المسيح الحقيقي، وهيرفضوا ضد المسيح، فهيعانوا منه ومن النبي الكذاب. وهينقسم اليهود لثلاث مجموعات، التلت هيتبعوا ضد المسيح، والتلت هيهلكوا في الحروب، والتلت الثالث هم اللي امنوا بالمسيح الحقيقي وهيهربوا من غضب ضد المسيح والنبي الكذاب، وهيهربوا كمان من غضب الله. هم اللي احنا بنسميهم البقية المختارة اللي آمنوا بالمسيح يسوع وبينضموا كده للكنيسة، وهي كده الكنيسة كلها باليهود اللي فيها بتعتبر هي المرأة. متى نظرتم ركسة الخرابة التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس؟ ليفهم القارئ، فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية، شيء محدد أو اليهودية، إلى الجبال، والذي على السطح فلا ينزل ليأخذ من بيته شيئا، والذي في الحقل محدش يرجع. لما تشوفوا نظرة الخراب دي، ليفهم القارئ أن النبي الكذاب بيعلن نفسه إله في الهيكل في أورشليم قائما وجالسا ومستقرا. دي ركسة الخراب والنجاسة في هيكل الله العلي. اهربوا، اهربوا بالسرعة، لأن غضب الله يعلن أيضا. طب هيهربوا فين؟ بصوا في أرمية 30، إني أجمع جميعك يا يعقوب، أضم بقية إسرائيل، أضعهم معا كغنم الحظيرة، كقطيع وسط مرعاه يدج من الناس، قد صعد الفاتك أمامهم، يقتحمون ويعبرون من الباب ويخرجون منه، ويجتاز ملكهم أمامهم والرب في رأسه. يعني ربنا متأكد وعايز ينزع الشعب من الشتات ويجمعهم مع بعض في أورشليم، ويرعى بقية إسرائيل ويجعلهم معا ويوحدهم كغنم الحظيرة. في العبري هنا أساسا هي مش كلمة الحظيرة اللي احنا نعرفها، لا، ده اسم مكان مدينة محفورة في الصخر اسمها البصرة أو البتراء أو البتراء أو سيلة أو سلاة، يعني الصخر. هي مدينة محفورة في الحجر حفرا، والأحجار وردية، هي برية متسعة جدا في جنوب الأردن وحتى برية سيناء. هيلجأ إليها اليهود من كل مكان في وقت الضيقة العظيمة، هيكونوا فيها كالغنم في العدد الكبير اللي هيكون موجود فيها في هذه الأيام. الله حرسهم في هذه المدينة الحصينة، وده معنى كلمة الحظيرة، مدينة حصينة. هنا البصرة أو البتراء هو مكان هروب اليهود في وقت الضيقة، وهم عارفين بحسب النبوات وهيهربوا للمكان ده. اليهود اللي هيقوموا يهربوا دول زي ما قلنا هم دول اللي بنسميهم، هتبقى كنيسة في الوقت ده اللي مؤمنين بالمسيح، وهم اللي هيهربوا لمدينة البتراء. جايبالكوا صورة اهي نازلة لمدينة البتراء او البصرة علشان خاطر تشوفوا شكلها ايه. شايفين الحجارة حتى بتاعتها حجارة يعني بديها شوية عروز كده لون وردي. بصوا مدخل المدينة أساسا شكله إيه؟ مدخل مدينة البصرة أو البتراء أو السالع زي ما بنقول، أو سلاة يعني الصخرة. شايفين ما ينفعش يدخل فيها طيارة ولا يدخل فيها قطر ولا عربية ولا أي حاجة. قد صعد الفاتك أمامهم يقتحمون ويعبرون من الباب ويخرجون منه، ويجتاز ملكهم أمامهم والرب في رأسه. يعني
الفاتك بالعبري معناه المخترق، يعني واحد بيعمل فتحة في سور وقادر أن يحطم الجدران، شخص يفتك بضحايا فجأة ويمتد في كل الجهات الأربعة، أو يعبر الحواجز المغلقة، وممكن تكون حواجز سياسية أو دولية. هم هيعبروا ويقتحموا الباب وراء هذا الفاتك من الثغرات، والرب هو اللي هيكون القائد ليهم. فتقول أمراء يهوذا في قلبهم إن سكان أورشليم قوة لي، بس إيه؟ برب الجنود إلههم. وهيفتخر الشعب بالرب إله الجنود إلههم وقوته. شايفين الجمال؟ سمع القديس يوحنا في رؤيا 14 ملاك ثالث قائلا بصوت عظيم: إن كان أحد يسجد للوحش ولصورته ويقبل سمته على جبهته أو على إيده، فهو أيضا سيشرب من خمر غضب الله المسبوب صرفا في كأس غضب، ويعذب بنار وكبريت أمام الملائكة القديسين وأمام الخروف، ويصعد دخان عذابهم إلى أبد الأبدين، ولا تكون راحة نهار وليلة للذين يسجدون للوحش ولصورته ولكل من يقبل سمة اسمه. لكن خلال 3.5 سنين سينال الوحش ضد المسيح ومملكته عدة ضربات من ربنا، وهيعاني الوحش وقياداته وأتباعه والمؤمنين به من ضربات الله على الوحش، وهيكون في دينونة وضربات على الوحش. دي مش هتمس الناس اللي هيكونوا في البتراء. في سفر الرؤيا في 21 ضربة، هما ضربات الضيقة العظيمة، مقسمين 3 في 7. السبعة الأولى اسمها فتح الختوم وهي ضربات عامة، السبعة الثانية اسمها ضرب الأبواق ودي ضربات عامة، لكن السبعة الثالثة اللي اسمها سكب الجماد هتكون خاصة بس بالوحش وأتباعه وموجه ليهم، جماد غضب الله على الأرض، ودي هتكون في رؤية 16. كلمة جامة باليونانية يعني طبق مفلطح، يعني مجوف وغير عميق، زي الشرية أو المجمرة اللي بيوضع فيها الفحم المشتعل والبخور، زي ما بنقولها كده في 24 شيخا أمام الخروف، ولهم كل واحد قيثارات وجامات من ذهب مملوءة بخور في رؤية 5. أنا منزل لكم صورة الجامات والملايكة، وألاحظ أن السبع ملايكة اللي هيضربوا الجامات خارجين من هيكل الشهادة في السماء، وكل واحد هيخرج حسب دوره. الجامات تسكب على الوحش وأتباعه والمؤمنين به، والوحش يثور على المسيحيين بصفة عامة ويبيد جماعة اليهود بصفة خاصة، فلازم يهربوا. يهربوا لفين؟ للبتراء زي ما قلنا. رأى يوحنا الحبيب الرأي امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها، وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا، والمرأة هربت إلى البرية حيث لها موضع معد من الله لكي يعولها هناك 1260 يوم، يعني 3.5 سنين، وهو ده زمن الضيقة العظيمة. يبقى المرأة دي بتمثل اليهود المسيحيين في أورشليم اللي هم هيهربوا في وقت الضيقة العظيمة، وهيهربوا للبرية اللي هي في مكان البتراء زي ما احنا قلنا. طبعا هيكون في برضو حروب على المسيحيين بصفة عامة وفي الاتجاهات التانية، يعني في الأماكن التانية من العالم، هي فعلا هتكون ضيقة عظيمة، لكن عشان تفوق الناس. طيب بينا على الرؤية اللي أنا شفتها وإيه علاقتها بكل اللي احنا بنقوله ده. هي ليها علاقة مباشرة تماما، وده اللي خلاني أدخل في الأجزاء دي. أخذني الملاك لمكان زي ملجأ للأطفال أو حضانة أطفال. المكان نظيف جدا ومنظم جدا جدا وبدقة ومريح جدا، لكن مش واسع، في أطفال من كل الأعمار، والجروب الإداري رائع، والإدارة الموجودة على أكمل وجه، العاملين لرعاية الأطفال زي الرهيبات أو المكرسة، وبيتعاملوا بطريقة جميلة قوي ولطيفة جدا مع الأطفال، وفيهم نعمة عجيبة، طريقة التعليم والتربية حلوة قوي، في سمو ورقي ونظام وذكاء في التعاملات وبصفة عامة، وجههم عليها مخافة الله وتقوى، ودي كانت أهم حاجة أنا بلاحظها. هم مسيحيين حقيقيين، وإحساسي إنهم من أصل يهودي.
الأسلوب الراقي في التعاملات والرحمة بضعفات اللي حواليك واللطف واحترامك ليهم والنعمة على وجهك هو اللي بيحدد أنت مسيحي حقيقي وتعرف ربنا ولا لا. ياما في مسيحيين لكن مش حقيقيين، مزيفين، قلوبهم مليانة قسوة، ما بيعرفوش يحترموا حد ومشيوا مع العالم في كل طياراته. لأ، أسلوبك في التعاملات ورحمتك بالناس هو اللي بيحدد إذا كنت أنت مسيحي بجد ولا لأ. المهم، من كتر جمال المكان اتمنيت أن ولاد ولادي يتربوا هنا. بقول لواحدة من الراهبات لو ممكن أجيب أولاد ولادي هنا، لقيتها بتبص للملاك اللي جنبي. أخدني الملاك أشوف حديقة الملجأ. فوجئت إن الملجأ محفور في الصخر، والتلات جهات للحديقة جبال عالية صخرية وردية زي مدينة البتراء اللي أنا نزلت لكم صورها. سألت نفسي هم إزاي عايشين هنا؟ ومين بيعولهم هنا وسط الصخور؟ وبرفع عيني لفوق شفت على الجبال من فوق تلات أشخاص ظهرهم للملجأ. أشكر ربنا، يعني مش شايفين الملجأ خالص. واحد منهم لابس لبس عربي زي لبس داعش، والتاني لابس لبس جندي مستعد للحرب، والتالت لابس لبس مدني. حسيت إن ربنا هو وحده الحارس للمكان، وفهمت إن ربنا وحده هو اللي بيعولهم في المكان ده. ربنا اللي عال موسى النبي في البرية وشعبه مش هينسى شعبه برضو في آخر الأيام، وهيعرف هو الخالق يعولهم في أي حتة من العالم ويرتب لهم حياته. قد إيه ربنا عظيم وقد إيه ربنا جميل. هم ناس في ملجأ لأن ملجأهم هنا هو المدينة الحصينة اللي محددها لهم ربنا. ملجأهم هو الله، هو ملجأنا في كل الأوقات. بس الناس دي كان فعلا مسيحيين بجد، وبالرغم من الضيقة تعاملاتهم مع بعض كانت تعاملات جميلة ورائعة مع بعض. ربنا يدي كل نعمة حتى في وقت الضيقات. البتراء جاية كمان على فكرة من بيير أو بيتر اللي هو بطرس الرسول اللي معناها صخرة، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي. الله هو حارسهم والله هو الصخرة، هو يعولهم ومجهز ليهم المكان وحافظهم هنا ليه؟ حتى يعبر الغضب. وزي ما قلنا لأن ربنا بغضبه على الناس دي هتقوم حروب فظيعة في كل الأماكن، وبالذات طبعا في مدينة، احنا بنتكلم على منطقة أورشليم، وقد ايه الحروب هتكون صعبة ممكن هنتكلم عليها مرة تانية. ربنا هو اللي حارس لشعبه وبيبعت ملائكته في كل وقت، هو قوتهم. رؤساء الملائكة والملائكة يحرسوكوا ويكونوا دايما سور نار من حواليكوا. تعالوا نلخص. المرأة هي الكنيسة، أي جماعة المؤمنين مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية، ملتحفة بشمس البر المسيح ابنها البكر صخر الدهور، ومتزينة به، مكللة بالرسل الاثناشر وكان قبلهم اثناشر سبت والأنبياء، ويحملها القمر اللي هم الشهداء والقديسين اللي بيعكسوا نور شمس البر المسيح وينوروا ظلام الموت والعالم كله. هي كنيسة الأبكار. ناخد بالنا نهاية المجيء الأول كانت بصعود المسيح على جبل الزيتون، وهيرجع في المجيء الثاني على جبل الزيتون هو ملك السلام، وهنوضحها أكتر في المرات الجاية. البداية كمان كانت من آدم، كانت في الشرق الأوسط، وهينتهي العالم كله من منطقة الشرق الأوسط، والمسيح كان مولود في أورشليم. المرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها، وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا، وهي حبلة تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد.
هي المرأة اللي ولدت لنا الرب يسوع، هي الكنيسة، هي جماعة المؤمنين اللي لسه بيتولدوا منها على مدى الدهور منذ عهد الآباء، أي من آدم لحد نهاية الدهور، هي الكنيسة. التحافها بالشمس يشير إلى رجاء القيامة في ظلمتهم، في ظلمة العالم كله. القمر تحت رجليها كمان يشير إلى سقوط أجساد القديسين تحت إلزامية الموت غير المنتهي، وهم منيرين كالقمر في ظلمتهم بالمسيح. مش هنقدر نفصل الكنيسة عن العذراء مريم اللي ارتبطنا بها في شخص السيد المسيح كأم جميع الأحياء. هي كنيسة الآباء والأنبياء والقديسين والرسل، كنيسة العهد القديم والجديد، واليهود أصبحوا في الكنيسة والكنيسة أصبحت فيهم. مش ممكن هنقدر نفصلها عن العهد القديم ولا عن العهد الجديد، دول العهدين هم القديسين والرسل والأنبياء. هي بتصرخ متمخضة متوجعة لتلد، يعني الكنيسة لن تكف عن أن تحمل في قلبها الكلمة الذي يضطهد غير المؤمنين في العالم. هذه هي المشرقة مثل الصباح، جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس، ومرهبة كجيش بألوية. هي الكنيسة، كنيسة الأبكار. الكنيسة هي الكيان اللي مع ملك الملوك ورب الأرباب. اسمحوا لي أرفعك، سبحك، أباركك، أشكرك يا إلهي العظيم، أمجد اسمك القدوس، أسجد عند موطئ قدميك لأنك إلهي العظيم القدوس. قدوس 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 رب السباقوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. قدوس 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 الرب الإلهي القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والآتي. لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة، لكل كرامة وسيادة ورئاسة وسلطان، لك الحكمة والغنى والقدرة، لكل شيء يا إله العظيم القدوس الحي الأزلي الأبدي. آمين. نكمل المرة الجاية.